الو يا جو، عامل ايه؟ كله تمام؟ في البيت اهو. هقول لك فلوس ازاي؟ طيب النهارده الجامعه البنوك كلها قافله، وحتى لو فاتحه الساعه 9 بالليل، هو في حد بيحاول فلوس دلوقتي؟ في تطبيق انستا باي، تقدر تحول فلوس في اي وقت من اي مكان طول ايام الاسبوع، حتى في ساعات العمل غير رسميه، والتحويل بيحصل في نفس الوقت. ولو عايز تحول لحد على محفظته الإلكترونية، هتدوس على تحويل، هتختار تحول لمحفظة إلكترونية، هتكتب رقم التليفون، بعد كده هتكتب المبلغ اللي عايز تحوله، بعديها هتدوس على تحويل. هتأكد عملية التحويل عن طريق إدخال الرقم السري IPN PIN، وكده هيكون تم التحويل على المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمستفيد. إنستا باي، أسرع سريع.